مرحبا بالجميع، نحن الآن في خامس أكبر سد في المملكة العربية السعودية، سد وادي المرواني شمال مكة المكرمة وشرق جدة. ما شاء الله تبارك الله، ارتفاع السد تقريبا إلى حد الحرة هنا 100 متر تقريبا، أيوة 101 متر. الآن نحن في هذه الحفرة تقريبا الحفرة تحت 40 متر، بعدين هنا إلى 35 أو إلى 40 متر، بعدين توصل إلى 100 متر أو إلى 90 متر مع ارتفاع الحرة 101 متر من الأساس. الارتفاع هذا كامل ما شاء الله تبارك الله، سد وادي المرواني. سد وادي المرواني ما شاء الله تبارك الله، هنا الارتفاع تقريبا 40 متر، الارتفاع الكامل الآخر إلين ارتفاع الحرة تقريبا 100 متر. نحن في وادي المرواني وتحديدا قرية الخوار المشهورة بزراعة الموز وزراعة المانجا. ما شاء الله تبارك الله، منظر رهيب. ونحن في قرية الخوار شمال مكة، وتحديدا في مزرعة مهنا الشريف، الله يعطيه الصحة والعافية. ما شاء الله تبارك الله، شايفين جمال المكان، شايفين ما شاء الله، شوفوا أشجار الموز. ما هي منطقة استوائية ترى، احنا في شمال مكة، شمال مكة القريب، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، أشجار الموز في كل مكان. أشجار المانجا تتفرع، هذه أشجار، يا ما شاء الله الكريم.